تابعينا معكم بمحطاتنا. ابتهاج بعتت لنا عم تقول عم تسبحنا وتسبح شيف شادي، عم تقول نحن بالمانيا نهار الاحد ما بنحبه لانه ما في مطرح نروح عليه، وحتى جمعه الاهل مفقوده لانه الاهل كلهم بلبنان. ان شاء الله يا رب ترجعوا بتنجمعوا دائما مع العائله يا ابتهاج، وبكون اكيد هالجمعه هي اللي بتكون موجوده دائما ببيوتكم وبقلوبكم ان كان بلبنان وان كان حتى مطرح ما موجودين اذا قادرين يزوروكم. مرهف عم بيقول انه بحب ما بحب يوم الثلاثاء، موني عم بتقول ما بتحب يوم الاربعاء، وسوسن عم بتقول انا ما بحب اليوم اللي ما بتلاقي فيه شيء تعمله. شكرا كمان لمشاركاتكم جميعا اكيد مشاهدينا. رح نتابع محطاتنا وانا اخترت لكم بعض الامور اللي انا كثير بحبها واللي كثير منكم كمان بحبوها اللي هن الافلام السينمائيه اللي موجودين حاليا بالصالات بكثره، اخترت لكم منها البعض بالسينما. In my life I have a tendency to make very bad decisions. David, I don't want a boyfriend who just disappears because he's too busy. جديد بالصالات الفيلم الكوميدي ديليفري مان مع الممثل فينس فوغ المتحدر من أصل لبناني، والفيلم بذكرنا شوي بفيلم توينز. I need order. And this is order. I've been asked to prom. ولمحبي أفلام الرعب كاري مع كلوي غريس موريتس وجوليان مور، والفيلم هو عن صبية صغيرة عندها قوة غريبة. فيلم الأكشن أندرز جيم مع هيلي ستاينفيلد ومع الممثل القدير هاريسون فورد، والفيلم بينتمي لعائلة الأفلام اللي فيها ساينس فيكشن. كل اللي حابين يطرحوا أي سؤال على مايا ولادي بالدنيا. اليوم الحلقة حافلة رح تكون أكيد بالاتصالات، إنما لكل اللي بيعطين كمان إيميلز لإلهم من قبل رح تجاوبيهم عليهم اليوم بخلال الحلقة، لأنه الأسئلة ما بتخلص عن الأولاد وفعلا كل شخص عنده أولاده بالدنيا. بدي أقول أول شيء لكل المشاهدين شغلة مهمة قبل ما بلش غيدة، مش عم لحق نجاوب على الكل وما في مجال ومستحيل انه نجاوب على الكل. وما تزعلوا اذا ما لحقنا نجاوبكم، عن جد ما تزعلوا انه ما بنلحق يعني، لانه اوقات بلوموني انه مثلا بيبعتوا لي بيرجعوا بيبعتوا لي انه يي ما جاوبتيني ويي انا متكله عليك ويي، انه ما فيك تجاوبي كل الناس يعني لانه ما الوقت ما بيسمح. حتى انا اذا بدي اخصص وقت برات البرنامج تجاوب كل الناس ما بعمل شيء غير اني اجاوب الناس يعني وانتم ما بترضوا بهالشيء. فعم نجرب نعمل شغله انه الاسئله اللي اكثر شيء مهمه يلي عن جد يعني مش معقول او لاوقات بتشبه حالات كمان لاشخاص ثانيين كمان، بعدين اوقات ما بنجاوب لانه بنعرف انه بحلقاتنا في مواضيع نحن محضرينها لها علاقه بالايميلات المبعوثه، فبننطر انه تنتناول الموضوع هيك بياخذوا المشاهدين اجوبه. بدي جاوب اليوم مشاهده عمر بنتها 3 سنين و7 شهور، عم بتقول انه هي هلا حامل وخبرت بنتها، وعم بيقولوا لها المعلمات انه من وقتها بنتها عم تتراجع بالمدرسه. كان وقع الصدمه كبيره عليها عندها بنتها. هلا ما بعرف قديش فينا نربط هالشغلتين ببعضهم او هي صدفه، لانه هون مش هي منا محددت لي بالايميل اذا باي شهر حامل، يعني حسب ما فهمت انه عرفت انها حامل يعني بالبدايه، يعني بعد ما بين بطنها، بعد ما بين اذا بدك على شكلها تغيير ملحوظ بالنسبه للبنوت يعني. مشان هيك انه انا شوي بستبعد انه لما بدها تعرف البنت انه هالقد تتاذى من الاول، يعني بعدنا بالاول. بس بكل الاحوال بدي اقول انه في اولاد هن حساسين اكثر من غيرهم، في اولاد بخافوا اكثر من غيرهم انه يفقدوا يمكن محبه اهلهم، او بيعتلوا هم انه يجي حدا يشاركهم الامور يلي بتخصهم، وممكن هي بنتها تكون من هول الاولاد. صح. هلا اول شغله ما بدنا نعملها انه نهرب من الموضوع، يعني مش انه انا بشوف هيك ما بقعد جيب سيره الموضوع، بالعكس لانه الموضوع انوجد. صح. وهي عرفت انه اما ناطره مولود، بدي اسهل الامور عليها، بدي اسهل الموضوع عليها، بدي بسطه، يعني بدي اعيشها الاشياء بشكل ما تعتلهم. بضل عم فسر لها، بفرجيها صورها وقتها كانت هي بيبي صغير، بقول لها انه اختها او خيها رح بيكونوا هيك بنفس الحجم، رح بياخذوا بيبرون، رح بياخذوا تيتين، رح بيبكوا، بخبرها. بس بنفس الوقت انا وعم بلعب انا وياها، ان كنت عم بلعب بات امودلي، ان كنت عم بعمل بانتور، شو ما عم بلعب، كمان بدي فسر لها انه انا رح ضل العب معك، رح يضل عندي وقت لإلك. وكثير مهم بالفتره اللي الولد بيعبر فيها عن غيره، مع انها كثير مبكره يعني انه
عم بتعبر عن غيرة قبل ما يجي المولود. بس هو فعلا هذا الموضوع بخوف كل الأهل يعني، ودائما موجود ما في مجال مزبوط. يعني كل الأولاد بيمرقوا بقطعة يعني بمرحلة الغيرة، بيقطعوا فيه بأشكال متفاوتة يعني مزبوط. شيء كتير بغار. هيك التحضير لمجيء المولود كتير مهم يعني. نحن وقتها منحضر مزبوط يمكن منتفادى إذا مش أكتر 50% من مشاعر الغيرة اللي حتبين. فمنحضر الولد يعني بدي خفف عناصر المفاجأة على الولد. فديجا بيان كتير منيح أنه بلش يتعب هلا يعني قبل ما يخلق المولود، معناتها انه هي عطتني وقت كأم زياده انه انا احضرها. كنت عم اقول بس شغله قبل ما ناخذ اول اتصال، بكل بساطه كل ولد بغار بس بدي اكرر له كثير انه انا بحبه. صح يعني هي شغله كثير مهمه بيكون ناطرني انه انا اقولها، وهيدا المفتاح الاساسي لكل ولد. كارول من الدوره، الو صباح الخير. الو بونجور. صباح الخير كارول، تفضلي عم تسمعك مايا. بونجور. بونجور كارول، بدي اعطيك فين احكي مدام مايا؟ لا ما فيك تحكي. بونجور. بونجور تفضلي. بس كارول بدك توطي صوت التلفزيون. بخصوص شغله، بنتي عمرها 8 سنين ونص. كارول بس نطلب منك تسمعينا من اباراي التليفون. اوكي 8 سنين ونص عمرها. اوكي اوكي. عم تنسى كثير يعني، وين ما بنظهر اذا بكون في معها ساك، اذا قعدت لعبت بشي محل بتحطه على الكرسي منفل بتنسى. صارت كذا مره صايره هالشغله. اوكي. وبالبيت ما بنعرف، عندها مشطين، كل مشط لون، بتجيب مشط من بعد ما بتتحمم بدها تستعمله، بتقلي لحظه بدي اشرب مي، بتجي لتشرب مي بتروح بتجيب ثاني مشط، بتنسى انه جبت اول واحد. طيب خبرينا شوي، هل هالنسيان هيدا عم ينطبق على المدرسة كمان؟ يعني عم تنسى مش غرادة، عم بحكي انه عم تنسى المعلومات، نتائجها بالمدرسة عم ترجع لورا ولا لا؟ لا بالمدرسة كتير منيحة، سادسات بتجيب، بس صار لي فترة عم بنتبه انه بتنقل الكلمة قدامها ما عم تنقلها هي ذاتها. بالنقل بالكوبي بالنسخ. بالنقل. طيب النسخ صح. اوكي يعني كلمة اذا بتنقل صفحة بتنقلها نصها غلط. طيب بعد سؤال، عم تنسى غرادة بالمدرسة كمان؟ مزبوط صح كتير. اوكي السنة الماضية كانت هالمشكلة؟ باردون؟ السنة الماضية كانت عندها هالمشكلة؟ كانت وهالسنة زادت. حاسستيها شيء انت انه مرقه بفتره جهلانه، حابه تعمل كثير حركات تلا لفت النظر، حاسه انه في شيء هيك مغير بشخصيتها؟ هلا هي عندها اخت، في فرق بيناتهم 7 سنين، من وقت ما خلت اختها وانا حسيت هذا الشيء عم بيزيد كثير. لا بس هيدي فتره طويله. انه تقلك شغله هلا، موضوع انه تنقل غلط او تنسخ غلط بيختلف شوي عن موضوع انه تنسخ غرادة. يعني ما فينا نربط بيناتهم بهالسهوله الا اذا عملنا اختبار وشفنا انه في مشكله ذاكره شخصناها علميا، بنربط بيناتهم. ممكن كمان يكون في مشكله ذاكره على المدى القصير، يعني الذاكره اللي كثير كثير قصيره، يعني هي بتسمح لك انه شفت الكلمه تخزنيها لخمس ست ثواني ترجعي تكتبيها، فبهالوقت مش قادره تخزنيها عم تكتبيها غلط. بس انه هلا بالوقت الحاضر انا ما بربط بيناتهم ابدا لهول الشغلتين. حتى ما فيني اقول لك انه في مشكله بالذاكره، يعني رح اقول لك بس شو بدك تعملي كم نصيحه. وقال لك شغله مهمه انه اذا هالشيء انطبق على المدرسه نحن بنفكر نعمل اختبار. يعني ما بنفكر نعمل اختبار للوظائف الادراكيه للولد يلي هن الذاكره انكلود بهالوظائف الادراكيه الا اذا كان في تدني بالنتائج الدراسيه. يعني بس نشوف انه الولد ما بقى عم يقدر يحفظ، ما بقى عم يقدر يتذكر المعلومات يلي لها علاقه بالمدرسه، وهالشيء عم بخلي نتائجه يكونوا واطيين، ساعتها بنعمل اسسمنت او بنعمل اختبار. مجرد انه ينسى اغراضه يعني علميا ما بنلاقيها كثير شغله معبره. ينسى اغراضه نحن بنقول انه يمكن عم تشرد، يمكن مرقه بفتره مثل ما بنقول راسها بالقمر، بمعنى انه جهلانه او حابه تلفت النظر او غيره مثل ما انت قلتي لي. هلا انا بدي ساعدها، اول شيء انه انا الا انه في مشكله،
لأن هي صارت كبيرة. يعني أنا وقت يكون عندي ولد عمره 8 سنين بقعد أنا وياه وبقول له إنه هو عم ينسى، وبقول له إنه أنت لازم مامي تعملي كثير أشياء حتى ما تنسى، وأنا رح ساعدك. أنت مثلا لازم أنت وعم تعملي الشغلة تقولي لحالك انك عملتيها، بس تقولي بقلبك لحالك. يعني انت مش جبت المشط اللي لونه روز مثلا، لما انت جبت المشط اللي لونه روز انت قولي هيدا المشط لونه روز انا هلا عم جيبه، بدون ما حدا يسمعك انت بقلبك وحفظي بين حطيتيه، حطيته على المغسله، حطيته على الكومود. يعني هيدي الامور هي تمرن حالة عليها نوعا ما بيكون كثير مهم، تمرن ذاكرتها انه انا وقت فليت من البيت عد الايتمز اللي اخذتهم معها، اخذت البرنيطه، اخذت الجاكيت، اخذت القامه مثلا الكفوف، اخذت معي ثلاث شغلات، وتذكر حالها بمشوارها بشكل انه تقدر اهم شيء تعمل فيريفيكاسيون، يعني ترجع تعيد تو يعني تعمل تشيك ليست هي وراجعه كمان 100%. يعني اذا فكرتي واضحه انه ترجع هي تعيد انه انا جبت البرنيطه، جبت هاي، جبت هيدي، بكتفي بهولي هلا لانه ما بعتبر انه في مشكله اساسيه طالما الموضوع منه عم ينعكس على المدرسه بشكل اساسي. بقدر حملها مسؤوليات اكثر بالوقت الحاضر كمان، هيك بحفز لها ذاكرتها انها تشتغل اكثر، وبحسسها انه هي موقع ثقه، وبحملها مسؤوليه انه انت لازم تتذكري. بتعرفي مايا لازم تعملي حلقه كمان عن الموضوع الذاكره، ترجعي لانه عامله انت قبل حلقات مزبوط. بس ترجعي تعملي موضوع الذاكره لانه موضوع كثير اساسي كمان، ومثل ما قلتي بيختلف يعني بموضوع التحصيل الدراسي مختلفة. او ان كان بالتعاطي بالبيت. بس عنا جينا ناطرتنا من الروضه. الو صباح الخير جينا. الو بوطل. جينا لعندك يا جينا، تفضلي عم تسمعك مايا. اوكي، اول شيء يعطيكم العافيه ونعاد على قصه عالم الصباح. الله يعافيكي. اوكي، انا في عندي سؤال، عندي ولادي توينز، انا سالت قبل مرة عن واحد منهم، هلا عم بسال عن شنو، عن خيو. اوكي، عندي مشكله صار له شيء 3 اشهر وشوي، ضفير ايديه، ضفير اجري، بضل ينتفهم باصابيعه مش بياكلهم، وحوالي اللحم عم بيصير احمر. يعني حتى انه سالت البيدياتر قالت لي لهيبه اشياء، يعني من 3 اشهر لليوم نو واي، ولا مره بتذكر انه قصيت له ضفر ايده او ضفر اجره. قد ايه عمره ذاكريني؟ عنده شغله، هلا خيو شو ما بده منه بيعطيه، ان كان لابس تيشيرته 4 سنين ونص. اوكي، هلا شو ما يطلب خيو منه بيعطيه، حتى اذا كان لابس التيشيرت ونوب خيو بده اياها بيقول لي اوكي خليه يلبس. يعني خايفه ما يكون انه مثل كانه انه ايه اللي بده اياه يعمله خيي، انه مثل كانه هو عم تخف شخصيته او شيء. يعني هيدا هو سؤالي بالمبدا. اوكي، هلا اول شيء بالنسبه للسؤال الثاني، تفكيرك بمحله، انه بمعنى انه نحن بدنا نشجعهم يعملوا شيرنج او يتشاركوا الاغراض، بس لما بيكون في بالتوأم حدا يمكن بوسيسيف، يعني متملك بده اغراضه، ما بيعطي اغراضه بسهوله، والثاني عم يتنازل بهالسهوله، بصير كل واحد منهم ليبلد او كل واحد معنون على انه هيدا ما بيعطي لانه هيدا قوي بيعمل بده اياه او الى اخره، وهيداك معتر بيعطي اغراضه دغري. يعني بس يكبروا بنبلش نستعمل هول العبارات، او بالقليله اشياء بتعكس هيك عبارات. هلا اكيد انه بدك تشجعي التبادل، يعني مثلا هو عطاك التيشيرت انت شو بدك تعطيه مثلا؟ ايه. مش ضروري كل مره لحتى ما تكون كيت، ولا انه انا كل ما بعطي شغله لخيي هو لازم يعطيني، بس من وقت للتاني انه بدك تشجعي هالتبادل، انه حتى لو كانوا بوقت الشق التوأم اللي عم تخبرينا عنه ما عطى شيء، انت اقترحي على الخي انه اي تيشيرت بدك تعير لخيك او ايه. اي، يعني هي اشياء بتفيد نوعا ما. هلا خلص وقتنا، بدي بعد جاوبك الاربعه ببدايه الحلقه على موضوع رح سميه اكل الضفير، هو مش اكل الضفير يعني تنتيف مثل ما هي عم بتقلي، يلي بفرجينا انه هو حدا ممكن كثير يكون امبولسيف، ممكن يكون كثير اندفاعي مع تقدمه بالعمر. مشان هيك فيك اذا بتحبي تتصلي فيي على رقمي بيعطوك اياه تحت الهواء، بسالك كم سؤال، او فيك تنطريني للاربعاء تجاوبك باول حلقه، يمكن هو عصبي يكون كمان. يعني انا عم بتخيل انه ممكن هو يكون حدا بعصب بسهوله بجاوب الاربعاء. تنتظرك فاذا مع بدايه الحلقه الاربعاء بتعطيها الاجابه المفصله. شكرا مايا، رح نتابع محطاتنا، بعد لحظات رح نكون مع محطه ورشه ملح، ومن بعدها ناس وناس مع ميلاد. خليكن معنا.